في الفيديو اللي بين ايدينا هنتكلم على جملة جديدة بتستخدم لتنفيذ جملة او مجموعة جمل عدد من المرات. تكون عارف مثلا عايز تنفذ 5 مرات 7 مرات، تعمل ايه؟ تعرف الفاريبل، تقول انت اي مثلا، او هنا انت قبل اي او جي او كي، وتبدأه بأي قيمة، يا صفر يا واحد، ده الغالب. فلو بدأت من صفر وقلت اقل من 2 واي بلس بلس، هيعمل ايه؟ صفر اقل من 2، نعم هيطبع ويلكم تو جافا. خلصنا من القوس، يروح طالع مزود الاي يخليها 1 ويسأل على الشرط مرتين، هل الواحد اقل من 2؟ ايوه، يطبع وبعدين يزود تبقى 2. هل 2 اقل من 2؟ لا، يطلع فتبقى الاي ب2. طبعا دي لا تطبع على الشاشة، بس في ذاكرة الكمبيوتر. طب لو عايز ابدأ هنا من 1 عادي، حط هنا يساوي 2، هل الواحد اقل من او يساوي 2؟ نعم. طبعا ما يروحش هنا، يطبع الاول خلص وبعدين يبقى بقت 2. هل 2 اقل من او يساوي 2؟ نعم، يطبع ويزود بقت 3. هل 3 اقل من او تساوي 3؟ لا، فيطبع يطلع تبقى الاي بتساوي 3، بس برضو ما يطبعهاش. فسواء بدأت من 1 من صفر وحطيت اقل من 2، او 1 واقل من او يساوي 2، هيطبع مرتين. المقصود انك تحط هنا العدد اللي انت عايز تنفذه للبلوك اللي تبع الفور، اللي هو من هنا لغاية هنا، يا من صفر واقل من العدد اللي انت عايزه، يا من 1 واقل من او يساوي.